تحفظ مع الطوفان. اعطيك العافيه. عرفنا عن نفسك، المدرسه وكيف كان امتحان اليوم. خالد شريف قويدر من مدرسة اليرموك. قدمنا امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الثانية. الامتحان كان مستوى متوسط لصعب، كانت الأسئلة الفقرات غير مباشرة أول شيء، بدها تركيز كبير عشان الواحد يستخرج بس الأجوبة من الفقرات، أخذت وقت كبير، يعني أخذ يمكن نص الوقت بس أنت قاعد بتطلع الأسئلة من الفقرات. بالنسبة للقصة تبعت كينج لير، أسئلتها كانت شوية واضحة، ونحن وهو حاطط يعني أسئلة أخطر وأخطر عشان الواحد عشان الطالب يعني مش عارف يحله، هذا تكون سبب يمكن للنجاح له. والله شكرا.